الكويت الثلاثاء تبعنا نهائي كأس ولي العهد بنسخته 27، اللقاء جمع الكويت حامل اللقب والساعي للقب الثامن في البطولة والعربي الباحث عن ثاني ألقابه في آخر 5 مواسم والثامنة في تاريخه. حيدر وتا. على استاد جابر الدولي وبحضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، التأم شمل الكرة الكويتية ليضع حروف ثاني تتويج في الموسم الجاري بعدما كان القادسي قد خاطف كأس السوبر من الكويت قبل أقل من شهر مضى. اللقاء الرابع بين الفريقين في نهائي البطولة، للعرب انتصار وللكويت ضعف هذا الرصيد في آخر 5 مواجهات بين الفريقين في كل البطولات ما سجل العربي سوى هدف واحد، فيما كان الفوز درجة كاملة للكويت 5 من 5. أكثر من 20,000 متفرج ملأوا مدرجات استاد جابر الذي يتسع لثلاثة أضعاف هذا الرقم. سليمان عبد الغفور حارس العربي كان هو الأكثر انشغالا في إبعاد الكرة كلما زارت قريبا المرمى ناهيك عن الشباك. العربي كحاله في معظم مبارياته هذا الموسم في البطولة كان الحذر هو في هجماته، كان هو العنوان. آخر ضربة في الشوط الأول أبدع بسمارك الكويت، قائم العربي تكفل بالباقي. في الثاني فهد الهاجري بالرأس كاد أن يكتب للكويت تحقيق التقدم. ليس من داع للتذكير مجددا باسم من حرم الجميع من مشاهدة أول أهداف اللقاء. الهجمات البيضاء ظلت على الشباك رغم مخاطرها، ظلت بيضاء حتى عندما اجتهد فهد العنزي في التسديد من داخل الصندوق، والسبب من كان رجل المباراة ورجل كل البطولة بامتياز على الأقل في الوقت الأصلي من اللقاء. حميد القلاف أخيرا قرر منافسة نظيره، أنقذ كل ناديه من الإحراج عندما كان نقطة رأس سطر لأخطر هجمة خضراء. مرتدة سريعة الآن، بندر ينطلق من الجهة اليمنى، المحاولة لا زالت قائمة، خطيرة عبارية خطيرة تأتي. لا 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 الإضافيان تماما مثل ما انتهى الشوطان الأصليان، كلهم أبيض بلا أهداف. من 10 ركلات من نقطة الجزاء سيتم تسجيل نصفها. يوسف ناصر للكويت كان أول من أضاع، فالشباك كان يحرسها مجتهد مقدام. عبد الغفور أبدع حتى تلك اللحظة وكأنه هو رجل المباراة لوحده. القلاف قال يكفي، فبدأ السباق بين الحارسين في رد الركلات أينما وضعها اللاعبون بالأخضر والأبيض، حتى إذا جاء موعد 9 كان هذا ما جرى. عبد الله الشمالي في اليمين ولا الشمال؟ الأخيرة ما عاد بوسع رجل المباراة أن يفعل أي شيء، قضي الأمر مجددا، توج الكويت. دائما كل الكويت هي بالأخير هي صاحبة الانتصار. حيدر الوتار، صدى الملاعب.